السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام والبيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، بلغنا إلى قول الله جل في علاه من سورة الإسراء في قول الله جل في علاه: قل كونوا حجارة أو حديدة. ومستبعد ذلك، والله جل في علاه ألقى عليهم الحجة: قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا كل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقفنا عند هذه وقل لعبادي، وقلنا شرفهم بأن أضافهم له، وإضافتهم لله جل في علاه لإيمانهم وتوحيدهم بربهم جل في علاه. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وضربنا أمثلة على ذلك بأن فساد ذات البين هي الحالقة، وأن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب لكن لم يأس من التحريش، ووقع بين الصحابة ما وقع بين البشر بعضهم وبعض، والذي وقع وقع اجتهادا، وكل ما وقع وقع اجتهادا، فكل منهم مأجور. فمعاوية ما وقع أشهر ما وقع وقع ما بين معاوية رضي الله عنه وأرضاه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا الزبير وطلحة وعائشة وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري، كثير ما يعني من الصحابة الكرام في هذه الفتن المدلهمة التي وقعت بينهم، والشيطان بدأ بالتحريش بينهم. فهذا فعل الشيطان، ومع ذلك هم بفضل الله تعالى ما كانوا عصاة، بل الجميع كان يجتهد. معاوية كان مجتهدا لأنه كان ولي الدم، طلحة والزبير وعائشة خرجوا أيضا للدم، يطالبون علي بن أبي طالب بدم عثمان، بقتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حق، لكن الأحق كان مع علي. قال: يستقر الأمر لولي الأمر ثم بعد ذلك ينظر في من قتل عثمان، لأنهم كانوا قد تفشوا في جيشه وأيضا في غيره، هم الذين قلبوا الدنيا بأسرها، لأنهم الذين زرعوا هذه الفتن. نعم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. وفيها أيضا الرفق وحسن اللفظ بحسن الأدب وحسن الخلق يؤثر في الإنسان ويلين الجانب ويؤلف بين القلوب، وهذه من أعظم المنن، تأليف القلوب من أعظم المنن. قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال الله تعالى رب، وهذا كله فصلناه، قال الله تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. ربكم أعلم بكم، الخطاب هنا قيل لأهل الإيمان: ربكم أعلم بكم، أنتم أيها المؤمنون ربكم أعلم بكم. نعم. قال: إن يشاء يرحمكم فينجيكم من أهل مكة وعذابات أهل مكة ووطأة أهل مكة، وإن يشاء يعذبكم فيسلطهم عليكم. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، جاء عن ابن عباس. يبقى إذن الخلاف بين المفسرين في قوله ربكم أعلم بكم، من المخاطب؟ قيل المخاطب هم مؤمنوا مكة، أهل مكة. ففي قول الله جل وعلا ربكم أعلم بكم يعني يعلم ما أنتم فيه، وبرضاكم بقضاء الله جل في علاه، وبانقيادكم لرسوله صلى الله عليه وسلم ربكم أعلم بكم. إن يشاء يرحمكم يعني الله جل في علاه يحميكم من وطأة أهل مكة ويرفع عنكم عذابات أهل مكة،
أو إن يشأ يهلككم أو إن يشأ يعذبكم يسلطهم عليكم. هناك حديث وأن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح. قلوب الولاة بيدي فاعبدوني ألين قلوبهم عليكم، فاعبدوني ألين قلوبهم عليكم. فإن لم يكن فالله جل وعلا الذي يسلط هؤلاء. لما على طغيان بني إسرائيل كما بين الله جل في علاه رب العالمين في القرآن الكريم، بعث عليهم الله جل في علاه من أتى على أطفالهم ونسائهم وأموالهم وأرضهم، سلط عليهم بخت نصر كما قال الله جل وعلا: فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قال ربكم أعلم بكم، يعني إن تكونوا صالحين وإن تكونوا على الإيمان وعلى التقى وعلى الانقياد لرسول رب العالمين فإن الله جل في علاه يمنع تسلطهم عليكم، وإن كنتم على غير الجادة سلطهم عليكم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا فيك يا رب العالمين، ولا يخاف لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم أمين يا رب العالمين. وهذا لأهل الإيمان. وهذا التفسير نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وعن الحسن قال: إن يشأ يرحمكم بالتوبة أو إن يشأ يعذبكم بإقامتكم على الذنوب. هذه فيها أمران: الأمر الأول استقرار الأمر عند الصحابة والتابعين بأن ما من أحد إلا وله الذنوب والمعاصي والزلات والسقطات. هذا ظاهر في كل إنسان قد له انحرافات، وهذه الانحرافات يعلمها الله جل في علاه رب العباد. فهنا في قوله جل في علاه، ولذلك النبي كان يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكان يقول: اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم. وأي عبد عمومه الآن، أي من ألفاظ من الأسماء المبهمة عموم. قال: وأي عبد لك لا ألم، يعني الجميع ألم. والله جل وعلا يقول: الذين يجرمون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وأي عبد لك لا ألم. فيقول هنا الحسن في تفسير إياش: ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم، يعني يشاء يتوب عليكم من هذه الذنوب، وإلا لو بقيتم عليها هلكتم. قال الله تعالى: شو انظر أنت وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. يعني هما يعني كعب بن مالك، الحديث صحيح مسلم طويل جدا، يعني الفتن أتت عليه تترى. تصور رسول ابن عمي وذهب إليه قال: أنشدك الله، أريد جوابا واحدا، أنشدك الله وجوابا واحدا. قال: سل. قال: ألا تراني أحب الله ورسوله؟ قال: الله أعلم. لما قال بهذا انفجر في البكاء. قال: الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من 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 كلامهم. فلما قال ذلك بكى بكاء عظيما وذهب كما وصفه الله ووصف الاثنين معه، وصف الثلاثة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، من شدة البلاء، وهجرهم المسلمون جميعا. لكن انظر إلى فرج الله جل في علاه، قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم، لا يكون ذلك إلا بتوفيق الله جل في علاه. فقال الحسن في قول الله تعالى: ربكم أعلم بكم، إذ كان الخطاب للمؤمنين: ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم، أي يتوب عليكم، إن يشاء يتوب عليكم من الذنوب، يلهمكم التوبة والأوبة وسرعة الفيئة. فمن تاب تاب الله عليه. في الحديث اللي في الترمذي بسند صحيح قال: يا ابن آدم لو أتيتني، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قام الرجل وقال: ربي أذنبت الذنب فاغفر لي. قال: علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له. لذلك قال: إن يشأ يرحمكم، يعني يتوب عليكم، وإن يشأ يعذبكم يقيمكم على الذنب. والمعنى
الإقامة على الذنب فيموت على ذنب ويختم له به، والأعمال بالخواتيم. اللهم نجينا يا رب. يقيم على الذنب ويميت عليه، وهذا عكس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا حب عبدا عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ وما عسله يا رسول الله؟ قال: وفقه لعمل خير فختم له به. اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. قال: ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ أو إن يشأ يعذبكم. وأهل التفسير أيضا قالوا في قوله ربكم أعلم بكم، المقصود بذلك أهل الكفران هم المشركون لا أهل الإيمان. وهذا يخرج على سبيل الزجر والردع. ربكم أعلم بكم إن يشأ، والكلام المخاطب من أهل الكفر، ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. والمعنى هنا لأهل الكفر: إن يشأ يرحمكم فيزيلكم من الكفر إلى الإيمان، ويفتح مغاليق القلوب حتى تستبشروا بالإيمان وبالتوحيد فينجيكم بذلك. إن يشأ يرحمكم أي يجعلكم على الإيمان، ويفتح مغاليق قلوبكم للتوحيد وللإيمان. أو إن يشأ يعذبكم، يبقيكم على الكفر ويحكم غلق قلوبكم فلا تعقلون عليه شيئا ولا تفقهون من دينه شيئا وتجحدون بآياته وبرسله وتكذبون الرسل. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وإن رأيت رأيت عجبا. قال الله جل في علاه واصفا على ما هم فيه من أقفال القلوب، قال الله جل في علاه: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. انظر، يعني لو صعد بهم الملائكة إلى السماء لقالوا هذا سحر، سحر، كما فعلوا ذلك عندما سمعوا القرآن: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. قال: وما أرسلناك عليهم وكيلا، وما أرسلناك عليهم وكيلا، وما أرسلناك محمد عليهم وكيلا، يعني كفيلا تؤخذ بهم، يعني ما أرسلناك ضمينا فقلت أضمن. وتعلمون بأن الزعيم غارم وأن الضامن غارم، فإن قال أضمن فأي عوجاج، معناه أن الضمين هو الذي سيحاسب. فالله يقول: أنت ما عليك إلا البلاغ، أنت لست ضمينا، ما عليك إلا البلاغ. قال: وما أرسلناك عليهم وكيلا، يعني ما أرسلناك عليهم ضمينا. وقيلا: وما أرسلناك علي وما أرسلناك عليهم حافظا. وظيفتك معلومة، إنما على رسولنا البلاغ المبين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أيضا في قوله: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، يكون الخطاب لأهل الكفر. وما أرسلناك عليهم وكيلا، يعني أنت لا تستطيع أن تهدي قلوبهم، وإن كنت تهدي إلى صراط مستقيم تهدي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، لا تهدي القلوب، هداية القلوب بيد رب القلوب. قال الله جل في علاه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. قال الله جل في علاه: إن الله يحول بين المرء وقلبه
ولذلك قال النبي في الصحيحين: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. نسأل الله جل وعلا أن يقيم قلوبنا على دينه. اللهم أمين يا رب العالمين. قال: وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وربك أعلم بمن في السماوات من الملائكة، ووظفهم وظائف وجعل لهم عقولا وأفئدة وألهمهم التسبيح والعبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع إصبع أو آخر إلا ملك ساجد أو راكع يسبحون بحمد الله جل في علاه. وقال في البيت المعمور: 70,000 يدخلونه يطوفون بالبيت المعمور ثم لا يعودون له إلى يوم القيامة. ربكم أعلم بمن في السماوات، وفي السماوات كما قلنا الملائكة، هناك ملائكة وكلهم الله جل في علاه بكتابة أعمال العباد، والحفظ الذين يحفظونه إلا من قدر الله، والملائكة الذين يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق الذكر وحلق العلم فيلتفون حولهم، ملائكة كثيرة يعبدون الله جل في علاه. وربك أعلم من في السماوات والأرض، ما كان في الأرض من بحار وأنهار ما فيه من الحوت كل يسبح بحمد الله، كما قال الله جل في علاه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا. وتفضيل الأنبياء سنبينه إن شاء الله، أن الله تعالى خلق الأنبياء وفضلهم على جميع الخلق، فالأنبياء هم أفضل الخلق أجمعين، وأيضا الأنبياء فضل بعضهم على بعض، وسيدهم وأفضلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أحاط الله بكل شيء علما، علم الله أحاط بكل شيء. قال الله تعالى: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال: ربكم أعلم بكم. نعم. شرف تبليغ الرسالة: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، الحمد لله جزيت الجنة. فطر الله الخلق على توحيده، الفائدة الثالثة من قول وربك أعلم من في السماوات والأرض. فطر الله الخلق على توحيده، هذه الفائدة الثالثة. لو في أي سؤال تفضلوا حتى ننتقل إلى السنن. فين الموبايل؟ هات. لو في أسئلة تفضلوا.